مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. سلام أهلا بتونس وبداية أسبوع حفالي للجميع مع عداء إلياس الفخفاخ وقيادة التيار الديمقراطي. هذوكم عندهم بداية أسبوع لا يوريها الحبايب. هي نورمالمون الجمعة هذه تبدأ حافلة عند الغنوشي حسب التوقعات الجوية ومعاهد صبر الآراء، لكن فما شكون اختف منه الأضواء وسرق له نجومية المرحلة. لا ماهوش قيس سعيد، هذاك الغنوشي هو اللي يحب يسرق له نجوميته بفشل ذريع إلى حد الآن، اللي غطى بإشعاعه على فركحات الشيخ وكر على الفخفاخ وكعبرها للتيار هو وزير الطاقة السيد منجي مرزوق. حقيقة أبدع بالرسمي، أبهر العالم بالفازة اللي عملها. إيجا نحكي لك، توا أنت مجدي ممنوع عليك تمشي تبحر في قرب ولا تطلع على مماتك في زغوي، ممنوع عليك تخرج من تونس الكبرى ولازمك تروح قبل 11، وبتبيع تنجيزة الباريز ولا حتى للبليدة ما تحلمش بها. التنقل بين الجهات ممنوع والطيارات ما فماش أصلا. به أش يعمل السيد وزير الطاقة في الخضم مضايا؟ السيد يحب يطل على دارهم في باريس والطيارات بح، ما عدا رحلات إجلاء المواطنين العالقين. غزر منا خطرت له فكرة جهنمية. قال أنا عندي جنسية وباسبور فرنساوي بخلاف التونسي، النجم الرسكي في المشي على الطيارة متاع إجلاء فرنساوية، من بعد في الجيال نرسكي على الطيارة إجلاء متاع التوانسة. يا له من ثعلب ماكر، ولكن هيهات، فمن حفر جبا لأخيه وقع فيه. السيد وصل لفرنسا، طلع على العائلة، جاء مروح يلقى رحلة العودة الغاد. يا له من مأزق، رصات لويح الغادي. دوك توا عندنا وزير عالق في الخارج لازمنا نجليوه، وهو عاد يدوخك بالإحساس بالمسؤولية ووعي رجال الدولة. قالك هاني قاعد نخدم عن بعد ومريقل كالم أباغي باي هكا، معناه تعرفش عمل السيد؟ خوذ عندك مغيرفة سوء استغلال السلطة والنفوذ على ضريبة تحيل. تحيل نجح على فرنسا في الذهاب، ومحاولة تحيل فشلت على تونس في العودة، ومعها تشيشة تمتع بامتيازات لا يحق له التمتع بها بحكم منصبه، على نفيس صحين استهتار بواجب المثالية اللي لازم تعيش بها كي تبدأ مسؤول سامي في الدولة. وهذا الكل من إنسان اللي عمرنا مرينا منه حاجة عيب، واحد من الناس عمري ما نقدته ولا تلكشت عليه، سمعته ممتازة وما شكك فيه حد. يعملك احنا قاعدين برهابس وهو يقوم سمتايمز، يشد الحيط يعطيه فرنش كيس مش يبوس وبارك. وعليه واي يا معلم واي، ليه والواحد يقول كان جالو وزير مهبول يكون رئيس الحكومة عاقل. ها فخفاخ هكاك يدنوا الدولة العادلة، هكاك يدنوا استعادة الثقة. يخي مش قلت حتى حد مع راسو ريشة؟ اش معناها مجدي ما ينجمش يطلع على ماماته في زغوي وزيرك يمشي عايد في باريس؟ ليه وقالك هاني ريكش مريكل نشل في باريس كما يقولوا صحاب مجدي، وباش نسير الوزارة عن بعد. يا معلم راو اللي في بلاستيك يقعد عن بعد ويبعث استقالة على روح. لا حتى كانك نظيف وكفء ما يعني شيء، رصيدك غير كافي باش تسمح لروحك باللي تمنع فيها على غيرك. وانتي سي الفخفاخ بعد الحكاية هذه ما تاخوش في خاطرك كان خرجت لنا جمعتين اخرين باش تحكي لنا على الثقة، وقلنا لك واش نية هذه، صنيعة ولا خليقة؟